السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة عبر سلسلة برنامجنا الوطني إنجازات وطنية عبر شاشة قناة جوسات الفضائية الأردنية. وضيفانا لهذه الحلقة سعادة رجل الأعمال السيد محمود خضر وأيضا السيد ماجد خالد، أصحاب شركة البرج للنجارة ودهان الموبيليا في منطقة ليجوسم. سيد محمود، بداية نرحب فيك برنامجنا الوطني، نحكي لك مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. سيد محمود خضر، بداية نرحب فيك برنامجنا الوطني إنجازات وطنية، نحكي لك مساء الخير. أهلين مساء النور. نعم سيد محمود، أكيد كخبرتك ولك الباع الطويل في هذا القطاع وهذا الاختصاص، حابين نعرف السادة المشاهدين بداية من هو سيد محمود خضر، نتحدث عن حياتك العملية والمهنية قبل افتتاح هذه الشركة العريقة. تفضل. في الحقيقة احنا اول اشي بدينا في سنة 90. نعم. تعلمت، اخذت شهرين في مؤسسة تدريب مهني. نعم. وتركت ومارست نجارة من سنة 1995. نعم. وتعلمت الصراحة، كان في يعني معلمين اكفاء. نعم. تعلمنا تحت ايديهم الشغل وكذا وكذا. نعم. فظلينا مستمرين لغاية 2006 في نفس الشركة. جميل. في 2006 صرت أنا المسؤول المباشر في الشركة، مدير العلاقات يعني حتى نعم. الخارجية، من أخذ مقاسات من كذا إلى آخره. نعم. وبعديها بعشر سنوات بال2016 يعني صار في مشاكل مع صاحب الشركة صحية وكذا، فسكرت الشركة وأمور زي هيك. نعم. فقررت أنا أنه عندي الكفاءة، أنا وشريكي الأخ أبو عمر. نعم. فأسسنا هاي الشركة نجارة وقسمتها. سيد محمود، يعني أكيد إحنا نحكي لك جهودك مشكورة، أنت السيد ماجد خالد أبو عمر، أكيد بافتتاح هذه الشركة العريقة. نتحدث الآن عن تأسيس هذه الشركة، شركة البرج، متى تأسست؟ تأسست في عام في أواخر 2016. نعم. شهر 10 بدأنا بعملية الترخيص. نعم. يعني تمديد تأسيس الماكينات من إدهان وماكينات نجارة. نعم. باشرنا العمل في 1/2/2017. جميل. نتحدث الآن عن أبرز الخدمات في هذه الشركة بشكل موسّع. تفضل. إحنا أبرز الخدمات هي يعني إحنا بنقدم الشغل اللي هو بسموه الكستم، التفصيل. نعم. بنشتغل يعني مثلا بخطوط من قبل المهندسين. نعم. عرفت كيف؟ يعني بنروح احنا بحلول. نعم. في مشكلة مثلا في حيط معين، في واجهة معينة. نعم. في كذا، فبنحلها وبنعمل احنا كمان رسومات، شايف، من A الى Z. نعم. وبنحل يعني هاي المشاكل بتكون متواجدة فيه. جميل. نتحدث عن عدد الكوادر داخل هذه الشركة. والله حاليا يعني انا حكيت لك انه تقريبا من 6 شهور انه يعني. نعم. فاتحين الشركه، عندي 3 في قسم الدهان. نعم. واثنين مع مساعد في قسم النجارة. جميل. نتحدث ايضا عن اكيد ذات كفاءات، ذات خبره، اكيد اكيد هذا الجيل من الشباب اكيد داخل هذه الشركه. والله شوف، احنا دائما بنعاني يعني في قسم مهنه النجاره بالذات، ما في مهنيين يعني اردنيين من 4-5 سنوات وللآن ما في. شو السبب؟ ما بعرف، الجيل كله ما بده يعني تحول لشغلات خاصة فيه. يعني ما بده يعني شغلات حرة بنحكي احنا. بالضبط. يعني ناشدت وزارة العمل؟ ناشدنا في أيام يعني علاء الدين أو أيام الشركة اللي كنا متواجدين فيها، غرفة الصناعة. نعم. أنهم يحفزوا ويعملوا دعاية أنه اليوم في ضمان اجتماعي، في تأمين، في نعم. كذا، أنهم نعم. شجعوا الشباب الأردني نعم. العاطل عن العمل. نعم. أنه يتوجه للمهن. نعم. لكن بصراحة ما في يعني اليوم العامل الوافد بصراحة هو اللي مسيطر على هذا الموضوع. يعني شو بتحب توجه رسالة لوزارة العمل للتعاون؟ أنه تشجع نعم. وتعمل دعاية وتكثف جهودها. نعم. تشجع الشباب الأردني للعمل. نعم. للعمل. نعم. وخاصة اللي ما كمل مثلا دراسته في التوجيه أو كذا. قطاع الصناعة اليوم قطاع رائع. نعم. وخاصة أنه في توفير يعني من مكتب العمل لحقوق العامل. نعم. من الضمان الاجتماعي في له حقوق. نعم. في حالة مثلا لا سمح الله إصابته في العمل. نعم. يعني يوجد أتعاب أكيد. نعم. مش زي يعني زمان. كان. نعم. لا، اليوم في تطور. يعني الحق ليس مهضوم أكيد لأي عامل. أكيد. لا 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 لا. نعم. أبدا. نعم. أكيد يعني أنا بضم صوتي إلى صوتك، إحنا أكيد من ناشد وزارة العمل عبر شاشة قناة جوسات إنهم يتعاونوا بالشكل المباشر
مع هذه القطاعات، أكيد القطاعات الصناعية أكيد لازم يكون في تعاون تام أكيد، وأكيد لازم يكون يعني للأسف ما في حتى مراقبة أكيد عند الشركات، يشوف عندهم عمال ما للأسف للأسف يعني كل عمال وافد إحنا شايفين، أبدا. وثقافة العيب لكل شاب أكيد بنحكي له إنه الشغل مش عيب، لا مش عيب، هاي أكيد رزقتك ممكن تعيل أسرتك أكيد، يعني الشغل مش عيب صحيح أكيد. صحيح. بحكي لك أنا، إحنا يعني إذا بتطلع على المنطقة اللي أنا فيها من حدادين ونجارين نعم وكذا، ما بتلاقي يعني عامل أردني للأسف للأسف من حدد. يعني زمان كنت تيجي أنت على المنطقة حداد أردني كذا، اليوم ما في للأسف. عرفت؟ للأسف. وبصراحة صار في عملية استغلال من العامل الوافد. نعم كيف؟ يعني مثلا بحدد لك سقف راتبه، بحدد لك بسبب ماذا؟ لأنه هو عارف يعني أنه فيش بديل. أحسنت أحسنت سيد محمود خضر، أكيد يعني للأسف إحنا بنناشد مرة أخرى جيل اليوم جيل المستقبل أكيد إنه أكيد الشغل مش عيب، ما عيب غير العيب أكيد. إن شاء الله أكيد صوتك مسموع سيد محمود خضر، وصوتي إن شاء الله وصل لهذا الجيل القادم، يعني دائما وأبدا من صار على الدرب وصل، لكل مشترك نعم. نصيب أكيد. سيد محمود أكيد نتحدث عن أنواع الخشب أكيد بشكل عام، أكيد ذات جودة عالية موجودة. نعم الخشب أنواع كثيرة يا نعم. أخو برهان تفضل. يعني من مثلا خشب التيك لخشب البلوط لخشب مثلا المهاجوني، نعم. فكل هذا الخشب له يعني أشغاله الخاصة فيه. نعم. مثلا خشب البلوط اللي أنت مثلا بتشوفه هون، نعم. له مثلا تقدرش أنت تيجي تعمل منه برقة لخارجية، نعم. لأنه بتحملش العوامل الجوية والأمور اللي زي هاي. نعم. في أخشاب لا تتحمل. نعم. فكل خشب له يعني ميزته الخاصة فيه. يعني طب شو بتنصح السادة المشاهدين، شو أي نوع مميز أكيد ذات جودة عالية يستعمله أي مواطن؟ ما بحكي لك مثلا لغرف النوم، نعم. لها خشب معين، نعم. عرفت كيف؟ مش شرط أنه والله أجي أعمل أنا غرفة نوم أجي أحط فيها كذا مثلا خشب غالي، لا. نعم. هي بترجع للاستعمال كمان، للاستعمال وللتكلفة. نعم التكلفة لها دور. نعم. نعم يعني سيد محمود تحدث عن الاستيراد والتصدير. نعم. هذا الخشب يعني من أين تستوردون هذا الخشب؟ شوف هسه احنا مشكلة في الموضوع الاستيراد بصراحة، بتيجي بضاعة مثلا من دول، نعم. بتيجي انت بيجي زبون مثلا عليك بحكي لك هاي غرفة النوم والله ب 400 دينار، نعم. عرفت؟ صناعة صينية او صناعة كذا، طب انا كيف بدي اقدر انافسه؟ عرفت انا بدفع اجار وعندي ضرائب وعندي ضمان اجتماعي، نعم. وعندي نعم. عمال، فصار المستوردات من اللي من برا يعني تهلك المناجر، تهلك الناس من رخصها من اسعارها، نعم. انا كصاحب شركه بتوفيش معي اعمل غرفه نوم ب 400 دينار، صحيح. اما بتيجي من الصين غرفه نوم كامله حتى مع اكسسواراتها ب 400 دينار، لكن لا ليست لا لا ليست بالجوده، اكيد اكيد. اذا فكت ما بترجع تتجدد، اكيد. يمكن فقط بس تركيب بتلاقي ما شاء الله اكيد حلوه هذه الغرفه يعني جميله اكيد للناظر، لكن بس. اذا بده يرحل مثلا او بده يفكفك هذه الغرفه انتهى موضوع، انتهت انتهت اكيد. انا حبيت اسمع هذا اكيد، نعم. هذا الكلام عبر هذه الشاشه للاستيعاب لشكل اكيد ملحوظ للساده المشاهدين للاسف، يعني دخل عندنا الماليزي قبل فتره ودخل الصيني وللاسف والمصري والمصري عرفت، نعم. حتى المصري بيجي من مصر بسال انا بحكوا لي انه حتى يعني ما عليه جمارك الغريب، يعني سالت انا وشريكي يعني صديقي ابو عمر انه بحكي لك والله هاي الشاحنه معبيه نمرق بندفع عليها اشي رمزي، نعم. فأنا استغربت من يعني ليش ما في تكلفة قليلة جدا، ليش ما عليها جمارك، نعم. عرفت حتى أنا أقدر أنافس، يعني بيجيب الكرسي ب15 دينار، نعم. عرفت لأنه الدولة كمان عندنا ما بتأخذ عليه ضرائب، وأنا مستغرب من هذا الموضوع. يعني لمين سيد محمود خضر حاب توجه هذه الرسالة أكيد، لأي نقابة بتتعاون معكم؟ إحنا لسه يعني ما سجلنا بأي نقابة، بس أنا يعني بودي لو غرفة صناعة عمان أنه تشجع الصناعة. نعم. والضمان الاجتماعي، نعم. يعني يرسخوا عملهم، نعم. للعمال الأردنية يحفزوهم، نعم. يشجعوهم أنه اليوم في ضمان في تأمين في بدل تعطل، يعني ملاحظة يعني سيد محمود خضر مدام موجودة نعمة الأمن والأمان، نعم. وجد الحمد الاستقرار لله. ووجد الاستثمار، ليش هذه المعوقات على المواطن الأردني للأسف من وزارة الصناعة والتجارة من أيضا عمالة عمان من الخدمات كمان،
يعني بشكل عام يوجد سلبيات للأسف يا ريت احنا نقدر نحلها، هي محلولة بس احنا مش راضيين نحلها. يا ريت يعني حتى المراقبة، لا يوجد مراقب، نحكي مراقبة قاعدين احنا ما منظبط شغل، قاعدين منخرب شغل للأسف. يعني المفروض يكون العون بيد التاجر والمستثمر الأردني. يعني أنا ما أشوف في تجار ومستثمرين بيجوا بتطلعوا على الضريبة العالية بيجي بيرجع على بلد ثاني. ليش؟ وين الاقتصاد؟ يعني قاعد الاقتصاد عندنا بنهار من وراء وزارة الصناعة والتجارة عبر الشاشة بحكي، وأيضا للأسف جهات أخرى للأسف. إن شاء الله صوتنا مسموع عبر هذه الشاشة سيد محمود خضر، لكن أكيد دائما وأبدا إن شاء الله كل أكيد مشكلة لها مفتاح. أكيد لكم طموحات ورؤية مستقبلية سيد محمود خضر، ما هي الطموحات؟ والله إحنا يعني إن شاء الله يعني طموحاتنا أنه نكبر العدد كادر، بس عندنا إحنا حكيت لك المشكلة أنه بسمحوش اليوم. يعني هو هاي شغلة منيحة أنه والله بدك مثلا عامل وافد لازم ثلاثة أردنيين، والمشكلة أنا مش ملاقي الثلاثة الأردنيين، عرفت كيف؟ هذا إن شاء الله طموحنا أنه يكون مثلا الشركة تكبر ويصير مثلا عندنا كادر أكبر والوضع الاقتصادي كمان يتحسن. هاي الأمور كلها أكيد إن شاء الله تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح يعني سيد محمود خضر. سيد محمود قبل نهاية هذا البرنامج الوطني إنجازات وطنية عبر شاشة قناة جوسات، أكيد نحن نعيش بمنظومة نعمة أمن وأمان، وحمد الله لنعمة الأمن والأمان في ظل هذه القيادة الحكيمة. يعني لو قدر لك سيد محمود أن تقابلت في هذه الظروف الاقتصادية وفي هذه المناسبة السعيدة شهر رمضان المبارك، كل عام وانت بخير، وللسادة المشاهدين كل عام بخير، أن تقابلت مع جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين في ظل هذه القيادة الحكيمة وفي ظل هذه القيادة الرشيدة، ماذا ستقول له عبر منبر شاشة قناة جوسة؟ حقيقة يعني احنا دائما والله بنشكر وبنحكي لجلالة الملك كل عام وانت بخير على جهوده اللي بنشوفها على التلفزيون دائما بحفز الاقتصاد الأردني، وبتلاقيه مسافر وكذا وبروح وبيجي. حقيقة الله يعطيه العافية، دائما بنحكي بهذا الموضوع أنا ويعني والأخ ماجد. لكن العتب على الجهات المعنية، الجهات المعنية اللي بتلاقي لك يوم بعقد الأمور. تسمع أنه والله زي ما تفضلت أنه مستثمر أجا والله وطلع طلبوا منه كذا وطلبوا منه كذا وصار معاملات إلكترونية بتقعد شهرين وثلاث وأربع. يعني أنا والله بسمع فيها بالنسبة للمستثمر. للأسف يعني الله يديم نعمة الأمن والأمان جميع الدول العربية دون استثناء. مدام مجد الاستقرار وزير الاستثمار حماة الوطن العين السارة، حابة توجه لهم رسالة سيد محمود خضر؟ الله يعطيهم العافية، ويعني بتمنى الخير للكل والصحة، شايف كيف؟ وهم يعني اللي واقف على الحدود هذا يعني الله يعطيه ألف عافية، اللي حامل روحه زي ما بحكوه على كف. أكيد الله يعطيهم العافية، أكيد وجودهم مشكورة. أكيد سيد محمود قبل نهاية هذا البرنامج أيضا حابين نحدد للسادة المشاهدين موقع شركة البرج للنجارة ودهانة ودهان. إحنا في منطقة القويس مثل المنطقة الصناعية. نعم، هل لديكم صفحة على الويب سايت الفيسبوك للتواصل من أي؟ والله يعني إن شاء الله قريبا. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أكيد أرقام الهواتف ستظهر على الشاشة عن زميلنا مدير التصوير السيد معتز حيم. وفي نهاية لقائنا أعزائي المشاهدين الكرام نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة رجل الأعمال المعروف السيد محمود خضر، وأيضا لشريكه السيد ماجد خالد صاحب أصحاب شركة البرج للنجارة والدهان والموبيليا. نتمنى لهم التوفيق أكيد سيد محمود خضر وأيضا السيد سيد ماجد خالد، نتمنى لكم التوفيق والنجاح وشكرا لدعمكم. شكرا 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 لو خيروا